صدنا الأمن ونور الشمس وصرنا ننتظر باكر ضينا الهم وعشنا الضم مشينا الدرب للآخر صدنا الأمن ونور الشمس وصرنا ننتظر باكر حقيقتنا صارت محبتنا سحابت صيف حقيقتنا صارت زين محبتنا سحابت صيف بلا رحمة ولا أخوة زمن فيه فرح مفقود فرح مفقود بعد ما راحوا عنا بعد ما راح زمان الحب بعد ما راحوا عنا بدينا نخاف من الدنيا لها نعمل ألف حساب بدينا نخاف من الدنيا لها ألف حساب لها نعمل ألف حساب ماضينا وماضينا قدر يفرض علينا ديون لا رحمة ولا قوة زمن فيه الفرح مفقود ماضينا قدر يفرض علينا ديون لا رحمة ولا قوة زمن فيه الفرح مفقود هلا 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 طيوي شلونك يا عمي؟ الحمد لله بخير، انت شلونك؟ زين هلا والله، شلونك مع القارن الجديد؟ الحمد لله مو احسن لك من الدرباحة؟ والله احسن احسن بس هذيك تحكي الدرباحة تعال تعال اقعد اقعد اشرب لك استكانة شاي لا عمي اسمح لي انا مشغول وايد لاحق على شركاتك العمر يخلص والشغل ما يخلص تعال اقعد اقعد خلنا نضحك شوي تعال اقول لك عمي مشغول انا وايد يا السلام عليكم والله هلا هلا شبيه طيب يا مستعين ليكون عنده شيك بالمركزي بس انت يا جليل الحياة يلي مسح على وجهك شرع مو عليك شرع اللي سرقت سيارة جزاك الله خير يا ابو وليد حياك حياك ابو صالح حياك حسبي الله ونعم الوكيل هالولد هذا مفشلنا مع اهل الفريج مدوخنا ملعوزنا عسى بس ما عورك عسى ما سوى شيء الحمد لله ما عورني
ما عورني، اسمح لي يا ابو صالح، ترى الحشوه هذه طلعت مني غصب، انا ماني قاصد. ولا يهمك يا ابن الحلال، هالكلام اللي جاي منك ولا غيره. يا ابو صالح يرضيك؟ يرضيك ان ولدك يمر ويشفط علي؟ ما يحترم حتى شيفاتي؟ السلام السلام ما يسلم علي؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هالدنو وامثاله هم اللي يبون حق اهاليهم الشتيمه. حشاك محشوم محشوم يا ابو صالح محشوم، انت ولدك. تعال اشتريه اشتريه. حسبي الله ونعم الوكيل. اشرب لك راس شيشه يخليك تنسى همومك كلها. اشتريه اشتريه تفضل. شيشه وعلى الريج. اقول هلا طلع البلقم اللي بالصدر كله. شبني انتي ما تاكلين؟ ان شاء الله باكل يومها. كلي ما زيتوني قويتش. ليالي يلا تأخرنا. ايه يا ابو متأخر. زين غريبة، خذ خواتك ودهم وياك مدرستهم. زين؟ ايوبا بس كذي راح اتأخر على دوامي. ايوبا انا بعد بتأخر على الجامعة. هالكلام الفاضي؟ يلا بلا لقوة زايدة، ودهم وياك ودهم وياك يلا. خلاص خلاص. أمر لله. يلا يا بنات يلا 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 بارك على خواتك إن شاء الله. يلا اسمع خير، لا تمشي عنهم إلا لما يدخلون مدرستهم. زين على أمرك يبا، تأمرني بشيء ثاني؟ لا سلامتك، توكل على الله. لا تخاف على بناتك يبا، إحنا تربيتك. مع السلامة. الله يسلمك. مع السلامة. طم الله يبا. طم الله. اللي تامر به ابو حسين كل شيء موجود بالبيت. علامك علامك شنو؟ شت التن اللي حاطنا هذا جديد هذا؟ هي توني فكر شحط شحط بلعومي شحط. شرب شاي شرب شاي. عطيوي السلام عليكم. عليكم السلام. هلا والله هلا عطيوي الله يعافيك. وينك في عطيوي؟ وين رحت؟ رحت بنزين. ايه خلاص بنزين. شو تسوي؟ عشان اصب بنزين، بس صدق ما خلاني اصب بنزين. ليش؟ يقول ما يصير. حق شنو بصب بنزين؟ حق ان شاء الله حق القاري. ايه اقول صبيت برصاص ولا بدون رصاص؟ بدون رصاص. حسبي الله على ابليسك، موتنا من الضحك. يا عمي تموت من الضحك احسن ما تموت من مسدس. حتى انت تدري ان المسدس يموت. ادرى هذا مو هين العطيوي هذا. عمي انا اسمي عطوان مو عطاوي. الا عطاوي، واذا ما رضيت بعد اعتاوي. ايه اسمع اسمع عطوان، الله يهداك يا ابو صالح، لا تقول له الكلمه ترى يزعل منها. خلاص خلاص عمي وليد انا زعلان. خلاص زين شي زعلته؟ خلاص تعال تعال عطاوي. ما في خلاص عطاوي عطاوي خلاص زعلان عطوان خلاص عطوان خلاص. تعال اسمعني اسمعني يا عطوان. تعالي بلا تزعل الله يهداك. ايش في عطاوي زعل؟ اقول ابو جاسم. هلا. ما تقول لي هالريال هذا؟ هذا؟ اي هذا. ايش حقه يداوم؟ تعبنا وتعب نفسه ويانا. اللي يدري يدري يا ابو علي، واللي ما يدري شو يقول؟ شو يقول بعد؟ خلها على الله زين. ايش تقصد؟ سلامتك يا ابو صلوح. شوف حمود، لا تقعد تمثل علي وتسوي روحك طيب، ترى انا اعرفك زين. وشنو اللي بيني وبينك عشان امثل عليك؟ اللي بيني وبينك؟ انت ادرى باللي بيني وبينك يا ولد ابو علي. شوف ترى الحين احنا بالوزاره
والحكي هذا كله ما له داعي. فسكت احسن لك واحسن لي. واذا ما سكت شو بسوي يعني؟ يا شباب طولوا بالكم، ما تصير هالنجره هذه. انت اخوان وعيال فريج واحد، ما يجوز يا جماعه كذا. الله يهداكم. ما شغلك انت حسن ها؟ لا تدخل بيننا. يلا عاد بنام انا ما بزعل. يلا يلا كل واحد مشغله، لا تخزوني. يلا ما عليه يا ابو جاسم، انت الكبير. مطوي يا ابو صالح، انا اسمي عطوان. مطوي يا ابو صالح، مطوي بيت ابو صالح خذا ويونية عيش صحيح. شنو ماخذ انت؟ شنو ماخذ؟ شنو ماخذ؟ شنو؟ اي هذا ربع ربع ربع. لا لا لا. اي ربع 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 360. ايه هذا كله دينار. بلاش ها؟ بلاش. روح سوي مرق دار، روح. اي مع السلامة. حياك الله. لا اله الا الله. قلنا بيت ابو صالح خذوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا 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 اخوي. هلا هلا ولد امي وابوي. هلا ايش دعوه يا اخوي؟ عينك ما شيلها من هالدفتر هذا. شو اسوي يا اخوي؟ لازم اداري شغلي، لازم. عاد منو؟ اذا انا ما داريت منو؟ صويلح. صويلح ما يدري عنها وداري يا ابو حسين. ايش دعوه؟ اللي يقول يقول عندك حفيز ما شاء الله، كلها دقيقين ومعاش التقاعد. لا وزباينك كلهم ما ياخذون الا بالدين وما يعطونك بعد. ها يعني انت الحين تطنس علي؟ يا ابو حسين نسينا السكاريب والشماطيط اللي كنت تبيع فيهم، ولا يوم ياتك بليسات التقاعد وفتحت المصبقه تكبرت علينا؟ يا الله هلاك. اشوفك زعلت يا اخوي. انا تغشمر وياك، ايش علامك زعلت؟ اشوى حسبالي تقول من صدقك. لا تغشمر معاك يا اخوي، بس انت الله هداك عاد ما ضيفتنا لا شاي لا بارد ولا شيء، كل هذا بخل. لا مو بخل، بس على طاري الشاي، قبل لا نجيب لك شاي وعصير بسألك، سويت بخصوص الموضوع اللي قلت لك عنه؟ اي موضوع؟ يا اخوي موضوع صالح وليالي نسيت؟ هي لا ان شاء الله بعدين، بعدين ان شاء الله بعدين. يصير خير. شنو يصير خير؟ شنو صار فيه؟ تعال قول لي. بعدين يا اخوي عنده شغله الحين، عنده شغله. شنو؟ بعدين ايش في عاد وراه هذا؟ بعدين بعدين. تعال معي قارئنا العزيز، نسترسل في التحاور والتساؤل حول المسببات والدوافع
التي جعلت من شباب اليوم شبابا ضائعا لا يفقه شيئا من أمور حياته. إن الفراغ هو ذلك الداء القاتل لطموحات شبابنا. و إن الفراغ هو ذلك الداء القاتل لطموحات شبابنا، وهو من غرس الاتكالية في نفوس هؤلاء الفتية من جراء ما واجهوه من متغيرات أيديولوجية مفروضة. و هلا يمه، الله يقويكم. وين حسين؟ ما اشوفه وياكم. وين حسين بعد؟ اكيد بالدوام. بالدوام؟ ومن اللي يابكم؟ الباصك وغيره. يا فضيحتنا، بالباص؟ وليش ما نطرتوا اخوكم؟ يمه، حسين هو اللي قال لنا تعالوا بالباص، ليش نبي نتاخر بدوام اليوم؟ حسين هو اللي قال لكم تعالوا بالباص؟ وش فيها ذينا بالباص؟ وشلون ايش فيه يا يمه؟ أبوكم الله يطول بعمره ما ود بردة الباص هذه. إيمه بس كل رفيجاتنا يوم بالباص، ليش إحنا لا؟ سمعوا، روحوا بدلوا ملابسكم، وإذا سألكم أبوكم من اللي يابكم قولوا لحسين، فاهمين؟ إن شاء الله. على أمك يا ربي، الله يستر. إذا دار أبو حسين إصراخه بيوصل لآخر الشارع. إيه يا أبو وليد، طاحت عليك من يوم ما راحت منك هالمقرودة. العمر تعدى 50 وشهيب بزر راس، لا زوجة تشكيلها همك ولا ولد تسند عليه بوقت المصايب. ما بقت لك غير هالدوانية وهالشيشة، الكل مشغول ببيته ودوامه وتجارته، أنا الوحيد اللي ملاقي لي شيء يطلعني من هالوحدة ويفكني من بلا هالشيشة. لا، مستحيل تكون نهايتي كذي، مستحيل. صدقين ليالي، صار لي يومين مو قادر اكتب اي شيء. يومين؟ غريبة، هذه مو من عادتك يا ابو علي. حاس ان كل اللي قاعد اكتبه مزيف، ما يمثل الحقيقه باي صله. بالعكس يا ابو علي، اللي انت قاعد تكتبه المفروض يكتبه كل انسان شريف يحب مهنته. هذه مجامله، ليش اني بس اخوك؟ انت مو بخوي وبس يا ابو علي، انت اخوي وصديقي وروحي ومثلي الاعلى بعد. وصدقني انا مو قاعد اجاملك، بالفعل اللي انت قاعد تكتبه ما يفهمه الا الانسان النظيف. يا معوده، كلام هذا قوي، أخاف انغربس. أنت تدرين شو يسموني بالجريدة؟ شو يسمونك؟ يسموني فلاطون. وفلاطون أصلاً ما هي شيء عند أخوي وحبيبي. صدقيني يا ليالي، يسموني هالاسم هذا. مش معنى هالاسم؟ لأني دائماً أتكلم عن المثالية وطالب بمدينة فاضلة مثل مدينة فلاطون. تصير آدمي وتتسنى؟ أنا أبوك أنت من صغير،
عمركم بصك الأربعين وانت عقلك عقل ياهل هالكبيناتة. يبا ترى توني جاي من دوام وراسي هالكبرة، ما لك القسمة اسطوالتك اليوم. لا تبي تسمعني قصبا عليك، انا ابوك انا ماني صغير انا، ارحمني. الضغط ارتفع عندي والسكر ارتفع عندي، شفيك علي انت؟ انت بالله ما تقول لي شفيك قاعد صارخ؟ فعايلك السودة فضحتني قدام الله وخلقه من هالسم الهاري اللي قاعد تتلطن. الحين بالله السم الهاري شو اللي ابصيرته؟ فعايلك السودة خلتني مضحكه قدام اللي يسوى واللي ما يسوى. ها الحين سيرتك شكو، انت اللي تشرب ولا انا؟ صوينح انت من ولدت انت؟ مو ولدي انا، من تحمل اسمه انت؟ مو اسمي انا تحمله؟ اوه يبا انا جاي البيت هنا ارتاح ولا اتسندر؟ اشوف لي مكان ارتاح فيه احسن لي. يا صوينح صالح اسمعني يا صالح، صوينح انا ابوك، انا ابوك ما ترد علي؟ ها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله، اللهم زيدها من النعم واحفظها من الزوال. الحمد لله. صحيح يبا، بس انت تعرف الزحمة برا طلع الدوامات. ليش ما يفي الليالي مع البنات مرة واحدة؟ يبا انا ما جبت البنات من المدرسة اليوم. من يا بالبنات يا ام حسين؟ يو بالباص. بالباص؟ انتو شحكم اللي طردوا اخوكم لما يجيكم؟ ها؟ يبا ما في هالشيء، يمكن تأخرنا عليهم. بس ولا كلمة انتي، لا تدخلين في شيء ما يخصك. روحي دارس يلا. يبا اسمح لي، هذه مو المعاملة اللي قاعد تعاملنا إياها. تب ولا كلمة، روحي دارس لشوف في شيء ما يسرج. يلا روحي يلا. إن شاء الله يبا إن شاء الله. محمد ابو جاسم. نعم يبا خير. شنو نعم يبا؟ على ما بتاكل؟ كان قاعد اكل انا. قاعد اكل؟ علي انا حمود؟ بتخش على ابوك؟ ناسي اني انا مربيك واعرفك زين؟ شفيك؟ ما فيني شيء يبا، بس انت كمل اكلك الحين. لا لا لا، في شيء بس تخاش، قول شفيك. صدقني يا يبا والله ما في شيء، بس انا ضايق خلقي شوي. ها ضايق خلقك، خوش، ايش منا؟ تدري يا يبا الشغل وزحمة الشغل. الشغل زحمة الشغل، هذا وعرفنا، غيره. وغيره يا يبا نجرة اليوم يا صالح بالدوام. نجرتك ويا صالح؟ ليش أبوك؟ حد يا يبا قعدت تغشبر معاه عشان يزعل علي فجأة. ها قايل لك هذا مو صاحي، عفا عليك بس، وأنت بالله ايش حق ضايق روحك علشان هذا؟ يبا اللي بعرفه شيء واحد، هو ليش يكرهني هالكره؟ ليش يحقد عليها الحق؟ مع اني انا عزه. ادري فيك ابوك، ادري. صدقني يا ابوك ادري انك صاج، ادري فيك. ومثل ما قلت لك هذا مو صاحي ولا فاسد بعد، ولا يتبع الفاسد الا فاسد مثله. وانت يا ابوك
ريال الراكد عاجل فاهم واعي. لا تحط حالك حاله واذا تضيع الشيبات اياني وياك تغشبر معاه. ما علمني ايش عليه بالتاجرين. عادي يبا ماكو شيء. انا ورفيجي حسن كنا قاعد نضحك على طريقة نومته بالدوام، فجأة كان يزعل علينا. بس افا عليك، بس افا عليك، بس افا يا محمد افا. انا اقول محمد ولدي حط علي هناك. افا عليك يا محمد. بس الحين صالح زعلان ليش انتم ضحكتوا عليه وهو نايم بالدوام. ايوه صدق. والغريبه يا يبا انه زعل علي انا وما زعل على حسن. ماني قايل لك، ماني قايل لك هذا مو صاحي. صدق يا يبا قال لي كلام ما فهمت شو اللي يقصد من وراه. كلام؟ كلام ايش مثله يعني؟ قال لي يا يبا انت تعرف شو اللي بيني وبينك. وقال لي، قال لي يا ولد ابو علي. ايه وبعد؟ بس ما قلت لك، ما قلت لك يا ابوك انه مو صاحي. ادري يا يبا، بس انك لو شايف طريقه كلامه والحقد اللي طالع من عيونه، خاصه لما قال لي يا ولد ابو علي. حقد؟ اي بس يا ابوك انت ما انت مسوي له شيء عشان يحقد عليك. ادري يا يبا، لكن لما قال لي يا ولد ابو علي كانه قاصد يعايرني. يعايرك؟ اي خس يا هليس الاربد، ما بقى الا صولح يريد يعايرك. بعدين تعال انت شلون تحس في الاحساس هذا؟ ما ادري يا يبا، حسيت ان قصده كان يعايرني. ليش اني يتيم وما عندي اهل؟ وليش انك ربيتني؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ابوك الكلام هذا ما يقوله واحد عاجل مثلك. انا خابرك عاجل يا ابوك. انا اهلك وانا دنياك وانا مربيك وانت حياتك كلها. شوف ما بأسمع هالحكي هذا منك مره ثانيه، مو لي. ان شاء الله يا يبا. انا اسف يا يبا. ما علي، اسفك مقبول. وصويلح خلى علي، لك علي اكثر خشمه باذن الله. شيل هالجنطة هذه وين رايح؟ أكيد مسافر. لأنه بدارك ما تعيز، ما تشبع من هالسفر، من بطوطة أنت. مو قبل يومين جاي من السفر أنت؟ أدري يا دني، قبل يومين جاي من السفر، وهم بعد برد وبسافر. زيني وي، أنت بلغت أمك وأبوك عندهم خبر، دروا أنك بسافر عشان لا يحاتونك وأنت برا. يحاتوني؟ يديت من صدقك هالحكي؟ هم يدرون إذا أنا في البلد ولا أنا مسافر؟ يدي أرجوك، الطيارة ما بقى عليها شيء. يلا يدي. عن اذنك باي. الله الحافظ الامين. هاي عدولتي. هاي مامي، شلونك؟ تمام حبيبتي. هلا يمه. خذ انت وينك؟ لا مو مشكله، انت موجوده تصدقين. خزنه يا خزنه، خذي عمري احاطيك بعدين، اكو عله على قلبي هني. يلا باي حبيبتي. نعم ايش تبي؟ انا ودارك استحيل اوريك. منتي مسلمه انت؟ لا حياة ولا مستحيل. تمرين علي ما تسلمين؟ كيفي بيتي وانا حره فيه، كيفي اسلم على اللي ابيه واللي ما احبه ما اسلم عليه. عندك مانع؟ بيتك لا يكون استعرضتيني وانا حي. انت كفو كلش، بيتك مثل هالبيت. ابو خالد احترم نفسك احسن لك. قولي عمي ابو خالد تقلقلت حنوجك. اذا هلج واخوالج ولدي معروف ربونك انا اربيك. زين اذا ما راويتك ما خليتك تندم على هالكلمه ما اكون بنت ابوي. وتهددين بعد؟ اما قصيت لساني جوفي. تعال تعال انا اوريك شغله. تعال يا جنب الحين ما تستحي على ويك. صدق. ايش رايك، ايش رايك انت؟ اوكي.
كيف استحمت قاري. اقول عمي تصدق احسن واحد بالفريج يسوق السياره. انا مو بس بالفريج، انا احسن واحد بالمنطقه كلها. يا عمي هذه قويه قويه. ها تقصد بقوية يا عطيوي؟ أنا أحسن واحد بالفريج هذا كله، ولا عندك حكي ثاني؟ أنا لا 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 عمي ما عندي حكي ثاني، أنت فعلا أحسن واحد بالفريج كله. الله، حتى أنت كنت تنافق يا عطيوي. أنا أصلا أنا ما أعرف أنافق عمي. صدق انت احسن واحد بالفريج كله. ذهب ذهب. انا افشل واحد بالفريج كله، عشان كذي انا بعاقبك يا عطيوي. ليش عمي ليش؟ لانك تكذب. عشان كذي انا بعاقبك. انا ابيك الحين تركب القاري وتروح ديوانيه وليد وتوصل بدقيقه. شوف دقيقه واحده، واذا ما وصلت بدقيقه هدعمك هذبحك. يا قم قم يا ولد. صالح يفكر. هلا بطل الفريج، استريح استريح. شلونك؟ عجبك الريح؟ هلا ابو صالح. يا هلا وسهلا والله. هلا والله. هلا هلا. ما قلت لي من اللي شاغل بالك؟ لا يكون اللي ببالي. نعم هو اللي ببالك، ماكو غيره. ذابحني ذابحني يا ابو وليد. بعقل ان شاء الله بعقل. انت اصبر وادعي له بالهدايه. مالك حلف علي يا ابو وليد؟ كل صلاه ادعي له ان الله يهديه ويفكه من هالبلاء هذا اللي هو فيه. الله يهديه ان شاء الله. بس انت يا ابو صالح تحرك شوي، وزوجه ترى الزواج يخلي الريال يركض. صدق والله كلامك صح، الزواج بيركض الريال. بس المشكله من هي اللي ترضى تتزوجه وهو على هالحال؟ لا مشكلة ولا شيء، الزوجة موجودة. لا وبعد انت تعرفها. اعرفها؟ من هي هذه يا ابو صالح؟ ليالي. ليالي بنت ابو حسين ما غيرها؟ ايه وش فيها؟ لا لا ما فيها شيء، بس عاد هي موافقة. يا ابو وليد نسيت انت عاداتنا وتقاليدنا؟ لا يا ابو صالح انا ما نسيت، بس العادات والتقاليد اللي تتكلم عنها راح زمنها. احنا الحين مو بزمن الثلاثينات والاربعينات. يا ابو وليد الريان الاصيل ما ينسى عاداته وتقاليده، فهمت؟ فهمت فاهم زين يا ابو صالح. عن اذنك. اذنك معاك يا ابو وليد. يبينا ننسى عاداتنا وتقاليدنا. Thank you.
ايش فيك يا بنيت شايل هموم الدنيا على راسك؟ يعني ما انت فاهمه يمه شنو الهموم اللي على راسي؟ وش تبي نسوي؟ هذه الله وهذه حكمته. بس الله ما قال شوفوا الظالم وسكتوا عنه. حرام عليك يا بنيتي حرام. ابوك ما هو ظالم بس عصبي شوي. ايش معنى عصبي معانا ومع اهل الفريج حالاته كذي طبعي يا بنيتي ولازم نتحمله. بس يما انا ما اقدر اصبر عليه ما اقدر اتحمل اكثر من كذي. شوفي يا بنيتي عقلية ابوك عقلية متحجرة خاصة تجاه الحريم وهذا مو منه وانا امك من العائلة اللي تربى فيها عائلة القلمان. بس الحين ابوك يا بنيتي تغير صار غير صار حتى اني عاملني معاملة غير عن الاول وهذا الشيء يا يما يبشر بالخير. اسمحي لي يما اقول لك انت السبب. انت استسلمتي لعقلية ابوي المتحجرة. انت اللي خليتيه يوصل لهالمرحلة خليتيه يمحي شخصيتك يمه. ما علي يا بنيتي هذه سنة الحياة والمرة ما لها غير بيتها وزوجها. يمه الحكي اللي تقولينه كان في الخمسينات الحين هالحكي ما ينفع. تدرين ليش؟ ليش وانا امك؟ لان يمه احنا الحين في عصر الكمبيوتر والاقمار الصناعية مو في عصر عادات القلمان. اهدي اهدي بعد عمري وقولي لي شو السالفة. انت لازم تشوف لك حلو يا ابوك هذا. انا ما اقدر اتحمل اكثر من كذي. قلت لك انت بس هدي اعصابك وما يصير خاطرك الا طيب. انا ما راح اهدى طول ما ابوك قاعد عله على كبد كذي. زين ايش بيدي انا اقدر اسويه وما سويته؟ يعني ما يصير ذبحتوني انت والشايب 24 ساعه نجره شنكم شرايك. يا ابو عادل انا لو ادري شو اللي تقدر تسويه كان قلت لك. لكن اكيد في طريقه تريحني وتريحك وتريحنا من ابوك. ايش تقصدين يا خزنه؟ بعدين تعرف شو اللي اقصده. بعدين انا ليش الكل يكرهني بالفريج؟ ليش تغارون مني؟ انا احسن منهم. تعطيوي اللي ساكن بالزباله طلع نصاب. لا لازم يعرفون كلهم اني انا زعيم. نعم انا زعيم. لازم كل الفريد وحتى ابوي كلهم لازم يعرفون زعيم. لازم اثبت للكل اني انا احسن منهم واولهم ابوي. عشان لا يستحر مني وباثبت حق ليالي اني الكينج. انا الكينج انا الكينج. يلا يا مرة ما صار فرق بقوتي كلها قطرة صغيرة واحدة بس. يلا كهي خلصت دقيقة بس. يلا دقيقة مليون دقيقة أخذتك. لو موديها مصبغتي تحت عند الهندي وضربها أحسن لي. ويه اشتو هاي كوي أحسن منه. اسمع أحسن منه. يلا
يلا شوف. الله احسن منه تضربين احسن منه انت. عايش حالاته. سم سم الله عدوك. اقول سم يا ابو حسين. وين بناتك؟ بدارهم. واخوهم حسين وينه؟ حسين والله ما ادري عنه، طلع من الصبح واللي الحين ما رجع. يح شو ما تدري عنه؟ ام ما تدري عن ولدها وين يروح؟ بس حسين ريال وادرى بنفسه. زين روح زين روح. حسين ريال، حسين ريال. روح 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 حسين ريال. وين حسين ريال هذا؟ إذا الحين المسألة صارت أكثر شمولية. كلامك صحيح يا صاحبي، علشان كذي الحين العالم كله عاجز عن مواجهة الخطر النووي اللي صارت غالبية الدول العظمى تمتلكه، حتى دول العالم الثالث. ومن كذي الكل قام يشوف لتحقيق غاياته وطموحاته لازم يتسلح نوويا. حلو الحكي وفهمناه. زين يا أبو علي وفريجنا، شنو الخطر اللي حوم حواليه؟ فريجنا يا محفوظ السلامة، أقدر ألخص لك الخطر اللي يحوم حواليه بنقطتين. زين شنو هالنقطتين؟ الجهل والعجز. مساء حطت مرتين. ليش يا أخو؟ لعب مرتين. لا 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 مرتين صح، لعب مرتين. لا 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 لعب لعب تدس عليه. لعب ما قص عليك. يعني شفتني 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 أنا أخوك الصغير. لعب 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 لعب. عندك عندي ما عندك اسحب. عندي أها عندك أها. صادق صدق؟ ايه. ها يا ابو خالد. شو ابو خالد؟ يا ابو خالد. خير امر؟ ما امر عليك عدو، خير ان شاء الله يا اخوي. ايش فيك سارح؟ شو تفكر فيه يا اخوي؟ لا ماكو شيء، بس تعبان شوي. افا ابو خالد تعبان؟ ايش فيك؟ تانس شيء؟ تامر شيء؟ ترى قمت سدادة. بس قول شنو تبي؟ اي والله وانا ركبتي سداده بعد. افا عليك، عساكم على القوه. شايلكم للظهر. لا جد يا ابو خالد، افا عليك ترى. ايش فيك عسى ما شر؟ ها ما شر، شويه تعب مثل ما قلت لك، بس مو اكثر. ما تشوف شر، ما تشوف شر. سلامات ان شاء الله. سلامات يا ابو خالد. الله يرضى. لا بلا بلا شبي ابو صالح بغيش. لا لا ما غشيت. ايش عليه؟ ما غشيت. انت مالك حق تتدخل؟ انت ملزم خلاص. ما له حق. حكي معانا. ما تكلم يا ابو خالد. يلا شفتك. السلام عليكم. عليكم السلام. الله الله. كيف فيكم ابو صالح؟ ابو صالح. شلون؟ ابو صالح. صالح انا ابو صالح. ممكن تفضل معانا لو سمحت؟ تفضل. وياكم وين؟ حضرتك مطلوب المخبر طال عمرك. مخبر؟ ليش يا اخوي؟ عسى ما شر. ان شاء الله المخبر يعرف كل شيء. تفضل معي ابو صالح لو سمحت. زين انا اي وياك يا ابو صالح. لا لو سمحت تقدر تلحقها بسيارتك. طيب تعالوا لي، لا تخلوني بروح. يلا انا جاي وراك بسيارتي. اي اي تعال بسرعه. تعالي خلينا نشوف الموضوع ايش فيه. يلا يلا سترك وسانه من خلقك يا الهي. يلا الله يستر. انت بهني البيئه المحليه في قلنا يا علي تفهميني هذا مو فاهمته. ان شاء الله هذه عن الحبوب هي اكثر مواد زراعيه في شارع الشرطة. الشرطة غدا عمي ابو صالح. الشرطة الشرطة غدا عمي ابو صالح بيقطونا بالنظارة. أنا خايف خايف يخلوني يقطوني بالنظارة. أنا
أنا لازم أنخش، لازم أنخش. يعني خلاص يا حضرة الضابط بتسمحوا له يطلع من النظارة؟ اي نعم بسمح له يطلع من النظارة. مشكور مشكور، جزاك الله خير، حم الله والديك. والدينا والديك. وبس يا جماعة عشان يكون في علمكم، ترى ان القضية ما انتهت، ممكن تتابعونا من خلال المحاكم، لان القضية تعتبر اتلاف مال عام. صار عم وصل، تفضل مشكور. هذا انت اللي ما تستحي على وجهك، عن ابوك حتى الشابه ما سلمت منك، انت صار على النبي، خلي ما تستحي على وجهك، صار على النبي، خلي بتشني من هريج وبتزرني من محفل لمحفل اللي ما تستحي يا ابو صالح على النبي. بس يا جماعه بس ما عليك يا ابو صالح، شو الحكي بعدين يبقى الصراخ في البيت وفي المحفل، اذا بتقدم ولدك ودى البيت وادمه. حاضر حاضر أفعلك يا مصالح مفشني أنت تسوي كذي أفعلك اقعد وياه فهمه عرف الغلط من الصح سامحني مسموح تفضل جزاك الله خير خالد هلا يبا انا بغيتك بحكي وانا ابوك خير يبا عامر شلون تبين احاكيك وانت بنت يمي عيونك مبققه بهالجريده هذه الجريده يا طويل العمر وشلناها عامر يبا هاي يبا عامر لا أمر عليك عدو الحكي اللي أبيك فيها من القلب للقلب أنا أبوك قول يا أيوبة قول كل اللي بقلبك تفضل بصراحة الوضع اللي بالبيت كله مو عاجبني الله يهداك بس يا أيوبة قول بس شو اللي مو عاجبك في البيت يا أيوبة أنت لاهي عن بيتك ما تدري عنه كله طلعات سفرات لاهي بتجارتك وزوجتك هم لاهية كله عندي ليران وحش وقرض والمسكين الضحية الفقير هذا عادي يا يبا الكلام اللي تقوله مو صحيح طبيعة عملي يا يبا طلب مني أكون خارج البيت اجتماعات تجارة مصالح غصبا علي وبعدين زوجتي سيدة مجتمع لازم تحضر ندوات في الجمعيات النسائية سفرات محاضرات ما تروح حق الجيران والحش والقرض مثل ما تفضلت وبعدين الحمد لله عادل يا يبا ريال تقدر تقول لي ولدك وين فيه الحين أكيد عادل عند واحد من ربعي ذاكر وياه إيه ولدك مسافر مو بالديرة هاي مسافر اي نعم واذا منت مصدقني هذه امه عندك روح اسالها ولدي بالجامعة تدري عن ولدك انت تدري عن بيتك تدري عن شيء انت عاد ولدي مسافر لا حول ولا قوة الا بالله عمي البارح الشرطة خذت عمي بصالح الله يكون بعونه عمك بصالح الظاهر انه صويلح بيقضي عليه قبل اوانه زين عمي ليش ماخذين عمي بصالح بالدورية علشان يبلغون ان صويلح سكران وداعم الشبه يعني صويلح هو اللي قاطينا بالنظارة مو عمي وش حقه يقطون عمك بصالح بالنظارة حين صويلح اللي يشرب ويسكر ويدعم ويسجنون عمك بصالح شو الحكي هذا طيوي انت متى تصير عاجل حبيبي قم قم روح العب بالقاري قم ولا تدخل عصك بشي ما يخصك ترى هالمواضيع اكبر من مستواك قم حبيبي قم ان شاء الله عمي دير بالك مو الطوف حمراء انت
ترى تصورك الكاميرا الشوع عمي. شفيه الطيوي صار ملقوف. هالي هالي ايش عندك واقفة؟ انطر اخوي حسين يجيني. تعالي اوصلك. لا مشكورة بنطر الحين بيجي. يا معودة الجو بارد، تعالي وياي اوصلك. اخوتي هيك البيت اخاف يجيني وما يلقاني. وش فيها اذا ما لقاك هني؟ يلاقيك في البيت؟ لا ما اقدر ما اقدر. ليش ما تقدرين؟ اخاف اخوي حاتيني. يا معودة لا هم حاتيك ولا شيء، تعالي وياي خليني اوصلك بطريقي. كاهو وصل. مشكورة مع سلامة. قلت يا اخوي تو الناس على السالفه. خير البر عاجله، والولد ما يتسنى الا لما يتزوج. اي بس البنت ما خلصت دراستها يا اخوي. اي دراسه يا ابن الحلال؟ ما ادري ايش تبي تسوي اذا خلصت دراستها. تبي تقعد بالبيت وبتجاب عيالها وزوجها. ولا ناوي توظفها يا اخوي؟ لا يا اخوي اي وظيفه الله يسلمك، بس لازم ناخذ راي البنت وامها. افا ومن متى رجال القلمان ياخذون شور حريمهم اذا بزوجونهم؟ ها يا اخوي ذاك الزمان راح، الحين غير، لازم ناخذ راي المراه. ايش هالحكي يا اخوي؟ احنا متفقين عليهم وهم صغار، ليالي حق صالح وصالح حق ليالي، وهي محيره حقه. رضيت ولا ما رضيت؟